ما بين الرفض والتصفيق الحار، صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته المرتقبة أمام الكونغرس الأمريكي. لكن دقق قليلاً. نعم، هنا على يسار البدلة، هذا الدبوس الأصفر ماذا يعني؟ ولماذا يحاول نتنياهو إظهاره؟ يعود هذا الدبوس الأصفر إلى منظمة إسرائيلية تدعى Bring Them Home Now، وتعني أعيدوهم إلى البيت الآن، وهي حركة تشكلت بعد 7 أكتوبر 2023 من أهالي وأقرباء الرهائن المحتجزين لدى حماس. لكن هل نجح نتنياهو في استمالتهم؟ يا للعار، ساعة من الحديث دون قول جملة واحدة، سوف تكون هناك صفقة لاستعادة المختطفين. كان هذا تعليق إحدى عائلات المختطفين بعد سماعها خطاب نتنياهو، بينما قال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في إسرائيل إن الخطاب والتصفيق لن يمحو الحقيقة الحزينة الوحيدة، وهي أن عبارة تم الاتفاق كانت غائبة عن خطاب رئيس الوزراء. وفور انتهاء الخطاب انطلقت عدة مظاهرات، الأولى توجهت إلى ساحة متحف تل أبيب المسماة ساحة المختطفين، وبالتزامن معها نظمت مظاهرة أخرى أمام السفارة الأمريكية، وخرجت مظاهرات أخرى في مفرق كركور ومفرق نحليل وساحة سفر في حيفا.